طيب خليني بقى اقول لكم التحليل النفسي للعبه اللي اديتها لكم في الاول. فاكرين انا في بدايه الحلقه قلت لكم انت تفضل تركب العربيات اللي بتبقى عاليه عن الارض ولا بتفضل تركب العربيات اللي هي قريبه من الارض؟ طيب اكيد انتوا على مدار الحلقه سبت لكم الوقت تختاروا. تعالوا بقى نشوف يا ترى ده ايه يدل على ايه في شخصيتك. لو انت بتفضل من جواك نفسيا او ما بتروح اي معرض كده وتختار عربية بتفضل العربية العالية، انت كده شخصيتك بتميل للخيال اكتر من الواقع، بتميل للخيال اكتر من الواقع. مش معنى كده ان انت واحد مش عملي او مش عقلاني، لا، لكن الخيال عندك يعني بيتغلب على الواقعية او العملية. طيب والنوع التاني بقى العكس، كل ما اخترت العربية اللي هي بتبقى قريبة من الارض دي تعرف على طول ان انت الواقع عندك بيتغلب على خيالك، وبالتالي لما تيجي تحكم على اي امور انت هتستخدم عقلك اكتر من العاطفة. مش معنى كده برضو ان انت ما عندكش عواطف او ما عندكش رومانسية، ولكن العقل هيتغلب اكتر وهيخليك تختار العربية دي.